بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم لعلك ترضى. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع مشهد قرآني جميل ورائع وعظيم، لأنه بيكلمنا عن العظيم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حبيب الله، سيد ولد آدم، الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد. في أحداث غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي حضرات، وكانت في شهر رجب سنة 9 هجرية، نزلت صورة بعديها تتكلم في الموضوع ده اسمها صورة التوبة. فربنا بيقول لنا في القرآن في صورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله. هو النبي محتاج نصرنا؟ لاخد بالك، لو ما نصرتش النبي وما نصرتش سنة النبي ودافعت عن سنة النبي ومنهج سيدنا النبي، انت اللي خسران، النبي مش خسران حاجة. إلا تنصروه فقد نصره الله. فربنا بيجيب لنا بقى ايه؟ بيجيب لنا دليل. بيقول: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله، لما النبي خرج عليه الصلاة والسلام في أواخر شهر صفر وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، هو كان طالع ناحية الشمال، المدينة ناحية الشمال، النبي بذكائه الشديد نزل ناحية الجنوب عشان يمكث في غار اسمه غار ثور. ده غير غار حراء، غار حراء اللي نزل عليه الوحي فيه، وغار ثور اللي النبي مكث فيه 3 ليالي حتى تهدأ العيون تماما، لأن المشركين كانوا هيبحثوا في ناحية الشمال الطريق المؤدية إلى المدينة المنورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ننزل ناحية الجنوب في غار ثور، نمكث 3 ليالي، وبعد كده نطلع على فين؟ على المدينة المنورة أول ما تهدأ العيون. طيب، بقدرة الله ربنا وصل المشركين لحد باب الغار. شوف بقى التحدي، الله يريد أن يثبت قيوميته على خلقه، لأنه حي قيوم. يعني إيه حي قيوم؟ يعني قائم على كل نفس بما كسبت. برضو يعني إيه؟ يعني ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما فيش فيروس يتحرك ولا ميكروب يتحرك ولا كائن يتحرك إلا بإذن الله عز وجل. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كان ممكن المشركين ما راحوش لحد الغار، لا، ربنا وصلهم لحد باب الغار ووقفهم على باب الغار، وسيدنا النبي جالس في الغار والصديق جنبه. فسيدنا أبو بكر قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لو واحد فكر منهم من المشركين يربط رباط جزمته حيشوفنا. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقول له: لا تحزن. ليه؟ إن الله معنا. والله يا حضرات، كم هذه الآية تبعث على الطمأنينة والأنس. إن الله معنا. ليه قال له إن الله معنا؟ لأن الله لا تدركه الأبصار، ومن كان في معية الله فهو أيضا لا تدركه الأبصار. فلما النبي طمن أبو بكر، أبو بكر قال إيه؟ أمدد بقى في الغار، أخذ راحتي في القعدة. فبيتعدل، بيعتدل في جلسته، يقول: يا رسول الله، وأنا أعتدل في جلستي وقعت عيناي على عين أبي جهل، وما أظن الرجل إلا قد رآني. والله يا رسول الله، وأنا بتعدل في قعدتي كده عيني جت في عين أبو جهل، الرجل أكيد شافنا. فالنبي قال له: يا أبا بكر، أما سمعت قول الله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ أهل الباطل ما يشوفوكش، واللي بيمكروا مكر سيء ما يشوفوكش لما تبقى في معية الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصديق في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كانت النتيجة: فأنزل الله سكينته عليه
وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يا حضرات، الله عزيز لا يغلب، الله حكيم في فعله. كن مع الله ترى الله معك. اقرأ المشهد ده النهاردة وعيده مرة واثنين وثلاثة، إلا تنصروه فقد نصره الله. لما هتقراه هتصل إلى حقيقة إن كل شيء بقدر الله، وإن ربنا هو اللي بينصر، وإن ربنا هو اللي بيحفظ. كل ذلك لعلك ترضى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.